والمخيلي في العالم الكل، فما كان تونس تعطي جرائد الثقافة أقل من سميك، الوحيدة في العالم. صحيح روح على العالم هناك، لكن انا غالب رفعوا العالم، رفعوا العالم بفلوسهم هيك، جماعة الشعب هيك هم ال 35 اللي مشاو معاها. واضح اليوم الحكومة في عهد الثورة سلمت فيهم وحقهم ما تقولهمش، ولذا انطالبوا كونوا هكذا متقاعد لرب العباد ونختمها البلاد وكونها البلاد. شكون كونها؟ كونوها الناس، الناس اللي هي توهم متقاعدين، فهمتوا؟ إذا بيهم توا مش يرموهم في البحر، معناتها ما همش متلاهين. فلوسنا في الصناديق توا تجي تقول لهم كذا يقول لك لا، الفلوس بتاعنا وين لمدة 40 سنة قاعدين ياخذوا فيها الاخرين؟ الوزير يخدم عام كيف يقال او يستقيل، تقعد شهريته انتريته تقاعده برتبة وزير، في حال اللي بنوها الدولة هذية ولا خدموا سنين متعددة حسب كل واحد، فهمتني؟ لا واحد واحد 30 واحد 35 واحد 40، فما حتى خدم أزيد من 40 سنة. هذا شريط، لا حالة، هذا شريط. يا ودي الواحد يا ودي اخسر يا حسين، توا لوحونا طيشونا ما صارش، احنا اللي ربيناهم واحنا اللي كوناهم واحنا اللي اعطيناهم واحنا اللي كذا، فهمتني ولا؟ معناتها وزير شو الجمعية شد زيته ياخذ اي وزير يخدم عام عاود يكررها كيف يقال او يستقيل، يتمادى التقاعد نتاعو برتبة وزير. العداء فيهم كان المتقاعدين، قال لك شنو ولا عمر المتقاعد طويل، اي لازم نخدوها. هذه حكومه في الصين في دول اخرى يعملوا لهم هنا وحين يعطون تشجيعات ويتلاهوا بهم ويكرموهم، احنا النهان الحكومه هذه. لذا عاجز عن التعبير، ما كنتش نتصور باش نلقى
يجيوش. احنا من المفروض نقولوا اكثر، واحنا من المفروض نقولوا قوه. علاش نقولوا قوه؟ علاش نقولوا قوه؟ احنا اللي اسسنا الدوله الثانيه، واحنا اللي خدمناها، واحنا اللي رجعناها بلاد من وقت بورقيبه لتوا. ولهذا الدوله ما يجمعش تنسانا وتنسى فضلنا. انا نحب نعطي كلمه للناس اللي المباشره توا، نقول لهم حذروا رواحكم من باب الفقر. كان عندكم ديون برا وخلصوها، كان عندكم ناس تحب لكم حاجه خلصوها، خاطر ما تجيو للفقر. خاطر المقاعد في تونس يساوي باب الفقر.